اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا من نخف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.